Voilà, donc on va la correction du test. La question 1, le test compte la valeur de l'avancement maximal, x max, de la réaction indique. Non. À l'instant t égale à 0, une quantité de matière NE on verse dans un bécher le volume V de 10^4 mètres cubes d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire CP. On y ajoute à l'instant t 0 égale à 0, une quantité de matière NE de méthanoate de méthyle égale à la quantité de matière NP. NO et P, donc x max. غادي تكون هي ان او نيت ولا ان بي هي سي بي فوا بي اللي هي 2 عطاونا 10 باردون سي بي هي 10 فوا 2 10 موان 4 عطاتلنا هي 2 10 موان 3 مول دونك لا ريبونس هي بي. لا كيسيون 2 لو تي ان دومي لو تي ان دومي كنعرفوها كوريسبون لواحد لا كونتيتي سيغما ان دومي هي سيغما زيرو بلس سيغما فينال سور دو. دائما هاد لا ميثود هي اللي كنستعمل سيغما فينال سور دونك دابخي لا كورب ديالنا سيغما زيرو هي 0.25 و سيغما فينال هي هاد لا فالور هادي لانه الى شتو طالع فوق من 0.1 بواحد بتي كارو وشاك بتي كارو ب 0.01 يعني هذيك هي 0.11 دونك تعطينا 0.25 بلس 0.11 اللي على جوج اللي هي 0.36 سور 2 0.36 هي 0.18 ياك 0.18 دونك غنمشيو 0.18 دونك هنا 0.15 فوق منها 0.16 0.17 0.18 ها هي بلا بروجيكسيون غتعطينا هنا تقريبا هنايا يعني تقريبا هي 12 يعني عندنا كل مربع بجوج جوج ربعة ستة ثمانية عشرة تقريبا 12 الإجابات اللي كاينين عندنا تخو ميمكنش هادو دونك فوق من 10 يعني 12 دونك تقريبا هي 12 تي ان دو. فوالا هادي لا كيسيون دو. لا كيسيون 3 كيسيون 3 نعم نعم Tu en as la question l'oula de ta rakhra. Inaya? Inaya? La première question. Oui, madame. Oui, madame. Tu dis que l'équation de x plus 0,25 x max ou je bêta? Deux fois 10 plus moins 3. هي هذيك صحيحة هي هذيك صحيحة غير هي غير هي نورمالمون كان خصك تجيها من ليكواسيون تجيك ساهلة فهمتيني صحيحة لا فيتاس لا فيتاس حنا عندنا عطاونا هاد ليكسبغيسيون عطاونا بأن سيغما كتساوي ناقص 72 إكس بلس 0.25 دونك اش قلنا البارح قلنا هاد ليكريتور سيغما ايكالا ا موان بي اكس لانه لي زيون كاينين في الرياكتيف يعني لا فيتاس هي موان زان سور بي فوا في هنا بي شكون هي 72 شنو قلنا قلنا ان لا فيتاس ايكالا موان زان سور بي فوا في دي سيغما سور دي دونك بي هنا هي 72 لا ريبونس غتكون هي موان زان سور 72 fois V, 10 sigma sur D. Question 3, la valeur de la vitesse volumique à l'instant T en mol mètre moins 3 minutes moins 1. Donc la vitesse égale moins 1 sur 72, 2 10 moins 4 réel volume, fois 10 sigma sur DT. On va prendre 2 points
من لا طونجونس. دونك هنا غادي ناخد دو بوان. تيبان ليا هادي باينه، تيبان ليا هادي باينه فيها 0.120 ونقدروا ناخذوا 0.25 ياك. دونك الا خدينا 0.25 0 موان موان 0.1 عندها 20 شو 0.1 عندها 20. ونشوفوا لي زينيتي، هادي متر موان 3 عندنا مشكل فيها، هادو بالسيمانس تمشي معنا واحد السيمانس بقى لنا نيوتن. ونحسبو هي هادي هي 72 × 2 × 10⁴ ياك. سيغما هي سيمانس بار متر هي دونك × 1 × 0.5 نحيدو من هنايا 0.24 لأنو تولي هي 24 هي 0.15 بار هي 15 10⁻²/20 دونك إلا درنا هنا 10⁻⁴ غتمشي مع واحد 2 مع واحد 0 بتولي عندنا 72 × 2 × 2 × 10⁻³ وهنايا 15 × 10⁻². غتمشي 10⁻²/2 مع واحد 10⁻²/2 وتبقى لنا 10⁻١. دونك هاديك 10⁻²/2 تعطينا في ايكال شونجو لا كولور هي 1 هي 10 × 15 × 72 × 2 × 2 هي هاديك. دونك الى درنا ما فهمتيش هاد الابليكاسيون اللي كندير دابا كنتسناك هيدا شنو ما فهمتيش جو ريبيت نعاود هادي نعاود هادي نعاود هادي قالوا لنا لا فيتاس فوليميك ان انستون تي ايغال ا 0 حنا ديجا لقينا ليكسبريسيون ديال لا فيتاس هو موان 1 سور 72 فوا في فوا دي سيغما سور دي تي بلا نحسبو ان انستون تي ايغال ا 0 دونك اون رومبلاس موان 1 سور 72 فوا في لي هي 2 10 موان 4 عطاونينا فوا دي سيغما سور دي تي هي الكوفيسيون ديريكتور في 0 هادي سي في 0 يعني بي دو 0. دونك غنمشي ناخد 2 بوان من لا طونجونت في 0 2 بوان من لا طونجونت نقدر ناخد لو بوان 0.25 عندها لو طون ديالها 0 0.25 عندها في لو طون 0 موان موان وناخد دوزيام بوان مثلا هي هادي حيت انا بان ليا بانه ديز من هنايا شي غادي كلاخ عندها 0.1 في سيغما و 20 في لو طون يعني خدينا 1 بوان من لا طونجونت 0.1 20. دونك هادي بتعطينا بان في ايكال موان
0,25-0,1 تعطينا 0,15 يعني هي 15-10-1 0,15 هي 15-10-2 باو سور 72 × 2 × 20 هي 2 × 10 غتمشي لينا هاد الموا مع الموا الاخر فينا 2 × 10 × 10-4 دونك هاد لا فيتيس ايغال 15 دونك 10 × 10-4 هي 10 × 3 هادي 10 × 3 الى طلعت الفوق غتولي 10 × 3 مع 10 × 2 تعطينا 10 يعني تعطينا 15 × 10 sur 72 × 2 × 2 فهمي دونك تعطينا بحال هكا دونك هادي شنو تعطينا في الكالكول ديالنا تعطينا 15 هي 15 ممكن نديرو هي 3.5 ما تعطيناش دونك هاد 15 اون لا ديفيز على جوج تسمو على جوج الى قسمنا 15 على جوج تعطينا 7.5 ياك دونك 7.5 هي 5.7 7.5 الى 5 × 10 على 72 في جوج هادي غتعطينا هي 75 على 72 في جوج 75 على 72 في جوج فهمي دونك الى خديناها ودرنا 75 على 72 غتعطينا 1 فيغول ياك 75 على 72 تعطينا 1.33 × 1.1 ياك وتبقى لنا 1/2 دونك هادي 1 و 1/2 تقريبا هي 0.5 دونك لا ريبونس غادي تكون هي دي حنا دابا تقريبية دابا درنا 75 على 72 بغا تعطينا 1.0 شي حاجة 1.0 شي حاجة ياك يعني تقريبا نقولو حنا واحد وتبقى لنا واحد على جوج واحد على جوج هي 0.5 يعني الإجابة غتكون هي 0.52 حيت ميمكنش تكون واحد واحد مع واحد ميمكنش دونك 0.32 لا 0.82 دونك غتكون هنا 0.52 بحال غيبقى مول متر موان طرو مينيت موان زا شوف لا كيسيون 5 هنا اكزرسيس اخر في السويفي دونك الاكزرسيس السويفي تيقول لنا ان ميلونج دو فوليم كاين هنا اجي شوفي هنا هنا في الكريتو هاي عطاونا سيغما ايغال موان 72 فوا اكس plus 0.25 تيا عطاو لنا هادي دونك هي تكتب على شكل سيغما ايغال موان بي اكس بلس ا هذا كيفاش قلنا نرجعو لا كيسيون ديالنا الاخرى La valeur de l'invention finale est هنا وين نحددو x final قالو لينا un mélange de volume V 100 ml contient initialement N initial ديال H2O2 3×10-3 mol d'eau oxygénée N contient matière de I-5×10-3 mol ou les ions iodures contient matière d'ion 4×10-3 mol d'ion hydrogène la réaction chimique qui se produit est modélisé par l'équation on cherche le x final هنا اللي تقصدوا ليكم x final هو x max حيت هاد لا رياكسيون هادي هي لي توتال
دونك باش نعرفوا هذيك اكس فينال ما تقصدوش بها بروبرمون ديال يعني لا فالور فينال يعني ريال سو ليميتي نو مي لا فالور فينال نهضروا بها هي لا فالور ماكسيمال حيت هاد لا رياكسيون هادي توتال في ليطا فينال غتكون عندنا لا فالور ماكسيمال دونك خصنا نعرفوا شكون هو الرياكتيف اللي ميتون فيه كونتي دو ماتيير انيسيال ديال اش 2 او 2 هي 3 10 موان 3 مول الكونتيتي دو ماتيير ديال اي موان هي انيسيال هي 5 10 موان 3 غادي نقسمو على جوج يعني 5 10 موان 3 على جوج هي 2.5 10 موان 3 مول و اش بلس كونت ماتيير اش بلس هي 4 10 موان 3 على جوج تاعي هي 2 10 موان 3 تنقسم باش نلقى شكون هو الرياكتيف ليميت اذا من هنا لو رياكتيف ليميت هو اش بلس يعني اكس ماكس هي 2 10 موان موان اش كندير باش نلقاو اكس ماكس بهذه الطريقه هذه ما كنديروش اون سيبوز كو هذا هو الرياكتيف ليميت نو كنشدو الكونت ماتيير انيسيال نقسمو على الكوفيسيون على المعامل يعني خدينا ان اش دو او 2 على المعامل اللي هو 1 خدينا اي موان على المعامل ديالها هي 2 وخدينا اش بلس على المعامل ديالها هي 2 وبان لنا بان الصغيره فيهم هي 2 10 موان 3 اذا هذه هي اكس فينال هي 2 10 موان 3 لا كيسيون 6 لو تي ان دومي تي ان دومي تنعرفوا لا كورب هو هذا ناخذ لا فالور فينال سيغ دو ولكن لا فالور فينال الا كان لا كورب كونستانت قلناها البارح قلنا بانه تناخذ الفالور فينال الا كان لا كورب ستابل صافي ستابيليزا كنوصل ليطا فينال هنا لا اذا شنو غادي نديرو ناخذ هذيك اكس فينال اللي حسبنا دابا ونحسبو بها لا كونسونطراسيون فينال ديال اي دو دونك شحال كتساوي لا كونسونطراسيون فينال ديال اي دو كونسونطراسيون فينال ديال اي دو هي اكس فينال سور لو فوليم اللي هي 2 10 موان 3 قلنا على الفوليم اللي هو 100 100 نحولوها يعني 0.1 100 في 10 موان 3 هي 0.1 طلع الفوق تعطينا هي 2 10 موان 2 مول هذا هو بار ليتر بيان سور هذا هو الكونسونطراسيون فينال هاد الكونسونطراسيون فينال نمشيو لاكورب ديالنا حنا لاكورب بالميليموم يعني عندنا حنا الكونسونطراسيون ديال اي 2 هو 2 10 موان 2 مول بار ليتر تنحولوها للميليمول لان يعني لاكورب ديالنا بالميليمول دونك شاتولي هادي الى من المول للميليمول نضربو في 10 اس 3 يعني 2 10 موان 2 في 10 3 ميليمول بار ليتر بعد عطينا هادي هي 20 ميليمول بار ليتر هذا هو الكونسونطراسيون فينال دونك باش نلقاو تي ان دومي كوريسبون كونسونطراسيون اي 2 في ان دومي اللي هو 20 10 20 مليمول بار ليتر سور 2 اللي هي 10 نمشيو لهذيك 10 دونك هنا عددنا 5 هنا 10 هي بروجيكسيون تجينا هنا تجينا الاسقاط ديالها هنايا 1 2 3 4 5 كل مربع بجوج اذا هنايا 10 12 14 اذا 14 مينيت تي ان دومي تي ان دومي 14 مينيت يس هذه الاجابه ديالنا نمشيو لا كيسيون 7 Question 7. La valeur de la vitesse volumique à l'instant t égale à 0 en millimol litre moins 1 minute moins 1 et donc la courbe là il y a la concentration ديال produit حنا قلنا البارح la concentre la vitesse volumique ديال un produit est 1 sur a la dérivée de la concentration ديال produit elle est dt avec a ou le coefficient stoichiométrique ديال داك produit donc اي 2 شحال الكوفيس وحده سي 1 يعني غيولي عندنا الفيتاس هي 1
في الديريفي ديال الكونسنتراسيون ديال اي 2 سور دي تي. دونك هادي في 0 يعني في لانستون اش زي 0. اذا في 0 ايغال ناخذ الكوفيسيون ديريكتور دو بوين من لا طونجونت. دو بوين من لا طونجونت نقدر ناخذ هادي ها هي باينه دايز منا هي 10 10 وناخذ 0 0 هاي دايز من 10 10. دونك غتعطينا 10 على 10 موان موان 0 0 يعني هادي هي 1 مليمول. مليمول لتر موان 1 لانها كاينه فيها مينيت موان 1. اذا الاجابه هي لا كيسيون سويفونت 8. هذا اكزرسيس اخر. لافونسمون لا فالور دافونسمون فينال دو لا رياكسيون اي لافونسمون فينال نفس الهضره غادي ناخذوها. اون انتروديو 25 دوغري سيلسيوس دون ان بالون اون ماس ام دو كربونات دو كالسيوم سي ان سي او 3 لاننا بعدا لاكور ما يمكنش لان لاكور ماشي كونستونت يعني ما نقدروش نجبدو اكس فينال من لاكور بهذه الطريقه ديال الشكل هذا. Maintenant, dans un ballon M de carbonate de calcium, on y verse AT égale à 0 le volume VA, 1850 ml d'une solution aqueuse d'acide lactique de concentration molaire CA. La transformation chimique qui se produit est modélisée par l'équation. Voyez l'équation. La courbe ci-contre représente l'évolution de l'avancement de la réaction en fonction du temps. دونك الى بغينا نحددو اكس فينال اللي هي اكس ماكس نعتبرو رياكسيون توتال خصنا نعرفو شكون هو الرياكتيف لي ميتون في هادو. لا ماس ديال سي ا سي او 3 ما عندناش او لا كوب ما كاملاش ماشي كونستونت. هنا في لي دوني عطاونا لو تي ان دومي هو 18 يعني حنا كنعرفو ان تي ان دومي كوريسبون واحد لا كونتيتي اكس ان دومي ايكالا اكس فينال سور 2. Puisque net est un demi, on peut déduire x un demi. Et un demi est montage. On a un demi est latin. 1, 2, 3, 4, 5. 5, il y a un latin. La comme ça, il y a 6. Tout le monde peut être 6. Et donc, 6, ou 6, 9, ou 6, montage. Il y a un montage. On va dire la projection. On va dire la projection. Il y a 1,5. Donc x 1 demi 1,5 يعني x final il y a 2 x 1 demi يعني il y a 2 fois 1,5 il y a 3 2 fois 1,5 il y a 3 millimol. Donc la réponse est la question 9. La masse, la valeur de la masse ديال سي ا سي او 3. دونك هاد 3 مليمول الى خديت حيت هاد دابا هو اكس ماكس يعني شكون هو الرياكتيف ليميتون. الى خديت هاد 8 باش نفهموا لها الى خديت هاد 8 10 اس ناقص 2 158 على 2 ما غاديش تعطينا 3 مليمول يعني انه هذا ماشي هو الرياكتيف ليميتون. الرياكتيف ليميتون هو سي ا سي او 3. اذا الى كان الرياكتيف ليميتون سي ا سي او 3 يعني الكونتيتي دو ماتيير ديالو حدا المعامل واحد quantité de matière des initiales de CaCO3 il y a x final يعني la masse de CaCO3 il y a x final de la masse molaire يعني il y a 3 10 اس ناقص 3 مضروبه في 100 لان la masse molaire عطاونا هي 100 هذه هي 0.3 غرام. اذا الاجابه هي C. الاجابه هي C. يعني الى حسبنا كون كان هذا هو الرياكتيف ليميتون كون كان سي 3 اش 6 او هو الرياكتيف ليميتون الى درنا سي فوا في على 2 المعامل ديالو خصها تعطينا 3 هي ما تعطيناش 3. لا فالور دو فوليم ديوكسيد دو كربون فورمي ان انستون تي ايكال تي سور 2. لا فالور ديال فوليم ديال ديوكسيد دو كربون حنا عندنا سي او 2 كونتيتي دو ماتيير ديالو هي اكس حيت هذا المعامل عنده واحد يعني ان سي او 2 هي اكس.
قال لك في لا فالور تي ايكال تي ان دومي، يعني في تي ان دومي اكس هي اكس ان دومي ياك، يعني في هي اكس ان دومي. شحال قلنا اكس ان دومي؟ 1.5 10 اس ناقص 3، وغادي نضربوها في في ام فوليوم مولير اللي هو 24. ايغال اون ميلي لتر اون لي 10 موان 3 لتر شحال؟ دونك غادي نديرو هي 15 10 موان 2 هي 15 في 24. دونك 15 في 24 4 في 25 4 في 1 4 و 2 6 2 في 5 10 2 في 1 2 و 1 3 0 6 3 يعني هي 360 10 موان 2 لتر هي 36 هي 3.6 لتر نضربوها في الميلي لتر نحولها للميلي لتر بتعطينا الا بتعطينا كثار بزاف دونك كاين شي حاجه ماشي هادي دونك ان فيغ هنا انا غلطت هنا سمحوا لي 15 10 موان 4 15 10 موان 4 360 10 موان 4 يعني 36 10 موان 3 لتر هي 36 ملي لتر دونك الاجابه هي او هي لا ريبونس ديالنا فوالا دونك هذا هو لو تيست ديال سويفي اللي خدمناه سي بون.